هلا ابو عبد العزيز. صايد فيه ما ينقال الموضوع انا علمني صايد. اركب مصباح الله اشتابي. هلا ولد عمي. هلا والله علينا اشتابي. هلا حبيبي. هلا سكر زرار. سكر زراراتك. سكر. طيب ما لقيت اخيس من هالطاقم ذا. اقول احترم نفسك. طاقم خوش طاقم. ما تدري ايش اريد انت. شان قلت الحمد لله. صايش عندك؟ بقول لك اخلص. بقول لك يا ولد عمي اخلص. حسب بس ما صحيتك من النوم. بس لا تحتني وخلاص اشتابي. يلا خلاص ان شاء الله. اقول لك هاليومين يا ولد عمي تدري ان انا تعبان. ادرك تعبان. يلا انا اشتابي. اي فحاولت يعني ان انا اقوم اصحصح ما في فايدة. نعم حاولت اقوم اصحصح ما في فايدة. وش اسوي لك انا بعاش اسوي لك؟ الشباب قالوا يمكن جايتك عين. نعم قال تجيك عين انت. كمل يلا بشوف. خلاص اي فقالوا راح حق واحد يقرا عليك. اي ومن دري تبي يقرا عليك؟ ولد عمي ابو عبد العزيز. قعدني بسم الله اقرا عليك بصاحي انت. اشوف امش. والله شافيك وهافي واخرج ما في من الشياطين والجن والعفاريت. يا قعدت عليك الله. اصبر اقرا من نفسي ابو عبد العزيز. الله وصحيني عشان اقرا عليك كلمه تسعه وجهك. انا تعبان يا ولد عمي. اشوف بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شافيه وعافيه حق لي. اللهم شافي واخرج منه الشياطين والعفاريت. اللهم امين. اللهم بسم الله. هاي شياطين وعفاريت يا ابو. اسكت اللي يقرا عطى جواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بس بدون نفخ. خلاص طاب خاطرك. طاب خاطرك. يلا انقلع. وش عندك؟ انا حلف. قلت إذا قرأ علي ولد عمي إلا عزمه على فطور. وروح شي ذعات. إيه بعدنا له عزمك على فطور مو على عرس أنا. خلنا ألبس قبل. يبني ربع ساعة ألبس وتشيك. لا لا. ربع ساعة. بريضة شفيك. شفيك أنت اللي شفيك. أنت تشوف ما كان عمي يروح شذر واحد. إيه بعد رايح الناف. وصول شذا ها. إيه رايح الناف. إني برايح شذا. إن شاء الله يا ولد عمي إن شاء الله. خلنا بس أروح. وأنت أمتى طبت أنت حين؟ طبت أنت حين؟ إيه طبت الحمد لله. لا والله صدق طبت أنت حين؟ إيه الحمد لله طبت. إيش فيك؟ والله إنك حيار ما عندك إلا جمبزة. إيش فيه؟ ما أمتى طبت؟ واحد ياخذ يركض شوية يتنعنى شوية يلا طيب. ما تبيني أطيب يعني تزعلون ليش؟ زين أشف. إيه. ولا كلمة خلنا ألبس وأجي وأنت ساكت. إيه. ما كنت تبني نجي. إن شاء الله. دايك 5 دقائق. صدقاني جايك. ان شاء الله. علم يا علم. وخلك تمشي عشان اوريك الدروب. ان شاء الله جيبوا وياك فلوس. ها باب تطن على حسابك واجيب فلوس. حاضر انا جيب يغنيني عنك. حاضر. الله يعطيك العافيه ولد عمي. لا تتاخر زين. هلا بحبيبي. هلا والله عسى بس ما صحيناك من النوم. جلسناك بعد عمري ولا نعم ايش تبي؟ هلا والله كيف الحال؟ عليكم السلام يا مرحبا. شلونك طيب؟ شلونك الله خريوي؟ هلا بالدجاج. يا مرحبا احترم نفسك. هلا بالدجاج. الا دب. شلونك طيب؟ والله كل شيء تمام الحمد لله. والله شمورك؟ والله ماشي الحال. ايش فيك لابس الروب ده ما يلبسونه بدويش ده بس ده طلع دورة المياه بس. وش دخلك بعد؟ انا جيت بعد خلص الواحد ما يتروش واحد ما يجلس في بيته. ايه بس ده حق اطفال. ده حق اطفال انا معطيك اياها حق ولدك مو بلا. الاطفال والصغار انت مالك خص. كلهم يستخدمون الاطفال والصغار. إيه. مالك خص انت. شوف دقيقه نكس حكي. شوف لا والله عجبني ذي عادل. شفت ايش رايك فيه عادل؟ شو رايك فيه؟ زين. الو شيف ترى حركات الذي اللي يسويها ترى اقطع وجه بكف هنا. اتوصله وياي انت وياه ترى جايين لي بيت. انت يا ابو دويش بشرني بخير بصراحه. دامي ما شفتك 3 ايام انا بصراحه مرتاح نفسيا وحسيت اني بس ما باقي شيء تصدق. الصبح بسافر قلت ويا اهلي الدمام الا جيت. ايش كان كذا؟ ما تخلي الواحد يرتاح انت وياه. الصباح كنت بتسافر. اي كنت بسافر في الصبح. ايش بتسوي؟ قيل لا كلفت على نفسك. الدمام ترى قريب خطوتين اروح له ماشي. انا الدمام تروح له ماشي تكفى انت لان هنا قريب عند الهفوف وتازمك زماق. شلون لازم تروح منه؟
شنو بيقدره أركب غصبان؟ لا لا تركب غصبان. شنو تقول؟ شنو قلت؟ لا ما قال شيء، ما قال شيء. سبتني يا؟ لا ما سبكت. تبيت مغطسونك على أي ترى أفقر وجهك هنا فقار. اسمع بدوي. بدوي جاز مكان. أنا على فطور بالعربي. أنا عازم على فطور. فطور عزميني جاي لي للبيت وقال لي انزل آخر شيء عشان فطور ترى البيت مسوين لي بريد وجبن وحركات ما أبي أروح وياك. تقول لي تعال عشان فطور. أيوة. غيره فطور عندنا فطور بيسوون لي كل اللي بي. عطني غيره ولا يبرح قلب وجهك ولا تجيني لا أنت ولا هالكماخذ اللي جنبي. قول احترم نفسك أبو الدجاج. احترم نفسك أنت. شفعات مدويش انا حاب اعزمك على فطور شو هالكلام ذا شو الخربط ما بروح وياكم خاصب ابي اجلس في بيتنا برتاح ابي اصير نفسياتي طيبه انا من ما اشوف وجهك احس انه يجيني زي الاكتئاب احس انه يبي لي بسرعه تعالج يسمونه اكتئاب مو باكتئاب اكتئاب اكتئابي يكون في علمك انا بروح اتعالج بروح لازم اتعالج انه من وراك انت تجيني مصايب واحس اني زي المفقور ما يصير انا خويك ابو دويش صديقك وحاب اني افطر معاك الخاوي ما يجي لخويه نص الليالي ويقوم يروع من النوم يجلسه اخر شيء يطلع بيرحم بوفيه شال المنطق احسكم بصراحه قمتوا يعني بصراحه تجيبون المرض ليا مريضي راح بصراحه يعني شفيك يلا بالله عليك هذا بالله عليك وجه هذا يصبح فيه بالخير ده وجه يصبح فيه بالخير والله صحيح كلام صحيح كلام من شاف وجهك ولد عمي تصد نفس عن الفطور نعم العازمك بعد تصد نفسك ما تستحي ما تستحي آسف يبغانا اللي شف آسف جاب 5 ريال شف لا انت ولا بديش منين ان شاء الله ان شاء الله ايه كابو خرب 50 اهو جيب له لحقك نعم نعم طولها وتقصرها الا لحقك انا ما اعطيك 50 بعدين زين انت بتروح تفطر ويانا ولا لا انا ما بروح افطر وياكم ولا شيء والصراحه ما في اجباريه وبعدين انا بصراحه انا مرتاح من 3 ايام تجيني الحين والفجر الله شلون كذا شلون مو مجبور انك تفطر ويانا بس اذا بتفطر ويانا يا ابو دويش احتمال 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 نحن بعد الفطور نقرر على سفره احتمال احتمال بعد الفطور نحن بالسفره يا مريضي اقول لك احتمال ما في شيء اكيد اعرف اعترف لي اعترف يا مريضي تتحسف اذا ما رحت وياكم احنا نبيك بس كيفك ترى مثل بيغسل هدومكم مثل بيشيل لكم جبن وزيتونات مثل بيسوي لكم كل شيء هناك ما نستغني عنك بس ابو دويش اذا تبي تروح ويانا السفره لازم تجي ويانا على الفطور بعد الفطور نتفاهم على السفره ليش عندي خطه لكم انا ايه ليه ما تروحون هناك انت تفطرون وتجون لي بعدين السلام عليكم ما يبي يجي ويانا بالقوه انزل نمشي ولا بتجي ويت ما يسويه رجال يعني انا مو برجال لا مو برجال انا مو برجال لا من اللي قال انك رجال اللي قال انك رجال ذا اتوقع انه مريض نفسي يعني انا مو برجال لا من اللي قال انك رجال طيب تعال بحب راسك يا ابو دويش بحب راسك عشان وياكم الا العين الحمراء عشان اتاسف منك على الحركه دي انا مو برجال انا مو برجال ما برجال وراح اطلع بعيد عن بيت عن بيتنا لا قدم عليك بلاغ راح قلب وجهك انت ويا السعلو اللي جنبك انتبه تجون مره ثانيه وان جيتوا مره ثانيه بقوم اطق وياكم يا ابو دويش ترى بنسافر هذا انا قلت لك بنسافر اذا مو بجاي تفطر ويانا ما راح ما سافر سفريات ما اعرف معلوماته ولا اعرف كم يوم ولا اعرف كم سنه راح بس قلب وجهك ولا عاد تجي تقرب من بيتنا وان قربت من بيتنا ضيف وجهك راح قلب وجهك يلا ولا عاد تجوني هنا ترى اعطيتكم وجه واجد واذا قلت لك هناك يا اخوي بدويش طلبه يا اخوي بدويش بهاللحيه الغانمه انك تقول تام وتفطر معانا ما بقول صراحه عندي شروط قلت تام شنو؟ نراضيك انا على اساس يا بدويش وانا بعد ابو سراس بعد بس قلت تام افطر ويانا عشان بس عادل رفيق الدرب الله يبيض ضجك يا ابو دويش عندي شرطين بصراحه ان شاء الله حاضر كل شروطك مقبوله بس راح بدله تعال بعد امري زين شرطين ايه؟ يتكونون من شنو؟ ايه؟ من بصراحه انك مريضي ابي سياره
ايوه سيارة ذي المرسيدس. اي حاضر حاضر. ابيه ذي. اي اروح بالدمام. مجنون. ما يخالف. اروح بالدمام واجيب. بكشخها لي. كشخ ان شاء الله. شيء ثاني؟ شيء ثاني. بس قبل لا تروح بالدمام بدويش انا شاك ان فيها تهريب ماي. اصلها لك عندي عصرتين. لا نبي نتاكد من اذا ما فيها تهريب رحبها. عندي عصرتين انا ارتبها لك. لا. ادري بس نبي السيارة يا ابو عبد العزيز اشوف تحت ماي هناك. اي اي فهمت. مال المكيف لان المكيف لو صار برد صار شتاء كيف نعرف اذا الماي اذا مال المكيف ولا ماي الراديتر؟ غريب ذي جديد ذي السيارة عشان كذا خلنا نبي نتاكد بدويش اذا امورها طيبة خذها. الماي شفته يخر من ورا ولا من قدام؟ لا من قدام. خلنا نشيك الحين اتوقع ان الحين اتوقع يا ابو دويش ان شو اسمه شوف يا ابو دويش شوف انزل تحتها شوف انا ملاحظ الماي من وين يجي يا ابو دويش ملاحظ الماي بعد عمري يجي من هنا من الزاويه شفت الزاويه شلون وين الزاويه دقيقه الحين اوريك اياها الزاويه تاكد ما يصير انا كل يوم لو وقفته شفت تحت ماي ما اشوف انا ماي وين تعال تعال منه تعال منه تعال منه منه ذي الجهه شوف ذي الزاويه يمكن فيها ماي ذي الزاويه ذي ايه ايه ذي الزاويه ذي ايه وين يجيها مريضي تأكد يا ابو دويش شوف ذي الزاويه ذي اه شفتها وقف اه حصلت تهريب حصلت التهريب مين جي الماي ذا من الرد هذا ما حصلت بعد ام منين تجيب الافكار ذي منين حصلت التهريب حصلت التهريب حصلت التخريب حصلت التخريب يلا مشينا نروح نفطر مشينا حبيبي وانت تبي لبك كف على وجهك انت شيف فتحت لك واجد ان شاء الله ان شاء الله ترى كبك على وجهك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعطيتك فرصه واجد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبي ان شاء الله بس تجين ان شاء الله بتجيني زي الهطفه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الادب مخه هبل نذل شو